سؤال جميل قالك. هو انت لو عندك محامي كما قلت تخسر في القضايا بتاعك تربحها 2% من الشكل، قالك ما يهمش الشكل، فايدة في الاصل هو انه كيف نجد او نؤسس لمجلس يضمن حقوق الحريات. سؤال استاذ مختار، هل انه اذا بحثنا على المضمون اخترنا من الشكل الان انه مجلس معين بامر سوف يضمن هذه الحرية والاستقلالية، ام هيئات ومؤسسات منتخبة على علاتها؟ جاوبني في المضمون يا سيدي. اي شكل واي مضمون؟ حتى انا اقول يا اخي واعيين باش نحكوا، نحن واعيين باش نحكوا، نحن رانا نحكوا على القضاء، اراه ثالث الاهداف التي تقوم عليها الدولة، اراه القضاء كالسكين اذا قطع لا يمكن ان يلتحم. الاحكام القضائية لها قوة ما تقر به القضاء، حتى انها لا يمكن ان تراجع. فكيف نطمئن على احكام قضائية والحال ان المجلس الذي يصدرها تحت سيدي مجلس اعلى القضاء يتحكم فيه وفي مطلقه وفي ترقيته وفي تعيينه وفي عزله؟ سلطة الانخلاف اليوم هي تعد وهي توجه بما هي مقدمة عليك، وهو أفتح مصر من قطريتنا في أي المحاور التي أدعى فيها صديقنا ضيفكم الثاني. هذه سلطة لا تحارب، هذه سلطة لا تسمع غيرها، سلطة عمياء ما تتكلم، لا تحاول ولا تستمع لغير صوتها. هذه السلطة لا تحاول إلا الأمن والنقابات الأمنية في عقر دارهم، والآن سوف المجلس الأعلى للقضاء في زمن معين ومكان معين عن سياستين سابقها الظلام. الصوت غير واضح يا أستاذ مختار، حاول رجاء أن تكلم بهدوء حتى يبلغنا صوتك بالصورة وبكيفية جيدة. حاول رجاء أن نعالج مع بعضنا نوعية الصوت. أقول إذن سلطة الانقلاب والقائم بأعمال الرئاسة يستعد اليوم لرفع عديد القضايا، وهو ومنذ بداية الانقلاب ليس له إلا خصوم تصفيهم بوقت القضاء. فلما أن ظهر أن القضاء العسكري قد فضح المباركات وفضح التبعية، فإنه أراد أن ينقل النزاع وأن يكلف القضاء العدلي بهذه المهمة بعد تحوير في هياكله. إذا نعتقد أن هذا المجلس ولد أشبه ما يكون بإمت الكفاح. لماذا؟ أولا لأنه ولد بواسطة مرسوم يعدل نصا دستوريا تأسيسيا، نص يضرب الاستقلالية، نص من طرائفه أنه يجبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أداء يمين فيه اثنين مسألتين اثنتين، أولا احترام الدستور، والحال أنه نص مخالف للدستورية ويحوي نصوصا مخالفة للدستورية، أهمها مخالفة فصل 36 أن حقا دستوريا ويمنعه على القضاء. نعم. ويقسم أيضا على احترام الاستقلالية، والحق أن هذا النص يجعل القضاء تابعا تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية. إذا أستاذ مختار، أستاذ مختار ثم اسمح لي، أستاذ مختار ثم تقاطع الصوت، يعني اسمح لي، أن المجلس يفتقر للاستقلالية فلا يمكن أن نجدها في إطار سلطة قضائية. نعم، يعني مهم مختار، وأنه الخسارة الكبيرة اليوم من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء هذا وتنصيب آخر معين بمرسوم هو فقد الاستقلالية، وكل ما قيل عن يعني فشل المجلس الشرعي الذي تم حله في مقاومة الفساد هذه مغالطة، طالما أن أدوار المجلس تقتصر فقط على الترقية
والنقل، ومع ذلك هو أمر قضائي بحت وليس أمر المجلس على القضاء، أليس كذلك؟ كذلك، وجميع المبررات كانت مبررات شعبوية. هل يتدخل المجلس الأعلى القضائي في فصل القضايا لنقول إنه يعطل الفصل فيها؟ هل أن المجلس الأعلى القضاء هو سلطة إحالة؟ قطعا لا، المجلس الأعلى القضاء هو سلطة تأديبا يتعهد بالملفات التي تحال إليه من التفقدية العام، ولم يحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقول هذا متأكدا، لم يحل للمجلس الأعلى القضاء إلا فتى فيه في أوقات مناسبة جدا. إذا ما تروج وسط الانقلاب وعلى رأسها القائد بأعمال السياسة إنما هو بعض الكلام بخصوص المجلس الأعلى للقضاء. نعم.